فلما النهارده بنيجي نتكلم عن مناسبات معينه يعني زي رمضان، زي طبعا العيد، عندنا مثلا عروسه المولد. يعني مثلا لو قلنا رمضان هنقول ان وحوي وحوي اصلها مصر قديم، ولو جينا قلنا العيد عيد الفطر بالتحديد هنلاقي المصريين القدماء هم اول ناس صنعوا حاجه اسمها الكعك اللي كانوا بيقدموه برضه، يعني بالذات عند سفح الاهرامات في الاحتفال بشم النسيم. ولو جينا النهارده قلنا عروسه المولد هنلاقي ان عروسه المولد اصلا ان المؤرخين في مصر اعتبروا ان مصر تحديدا هي اول الدول التي قامت بصنع يعني او بدايه صناعه عروسه المولد خلال عصر المصريين القدماء، فهي بالتحديد كانت مصريه خالصه ارتبطت بالنسبه لهم بايزيس. طبعا ايزيس طبعا اللي هي والده هورس وزوجه يعني اوزريس، طبعا القصه الشهيره جدا الصراع بين اسطوره الخير والشر. فهي ارتبطت عروسه المولد حتى في الرسومات اللي موجوده فيما بعد لما جم يصنعوا عروسه المولد الفترات اللي فاتت دي كلها، بالذات مع بدايه العصر الفاطمي كان شكلها بيشبه ايزيس، عشان كده هي مرتبطه دايما بالتحديد بايزيس. ولكن بعد كده قال لك ان هي كمان كانت تمثل زوجه الخليفه، يعني بالنسبه لايسيس ديت ان هي كانت تمثل زوجه الخليفه، والفاطميين بالتحديد هم اللي اول بقى من صنعوا العروس نفسها من الحلوى. يعني هي كانت موجوده كفكره ان هي بتمثل ايسيس، ولكن لا، اللي صنعها من الحلوى كان بالتحديد الفاطميين، وكان كمان بيجملوها بالاصباغ الالوان اللي حضرتك بتشوفها دلوقتي. يعني انا شفت الكلام ده الايام اللي فاتت السيده زينب بشكل جميل جدا من ثلاث ايام او يومين بالظبط. يعني بالاضافه كمان ان هم كمان كانت بتوضع يعني خطر يعني توضعان في خاطرها وتزين بالاوراق الملونه والمراوح المستسقى بزهرها. ومن ذلك الحين اصبحت الحلوى من المظاهر التي بينفرد بها المولد النبوي الشريف، ولها كمان حوالي يعني ما يقرب من 1000 شكل. يعني لكن لما نيجي كمان نتكلم عن يعني بالتحديد يعني بمعنى صح الحصان، هنلاقي كمان ان الخليفه نفسه الفاطمي كان بيشجع جنوده المنتصرين على اعدائه بتزويجهم بعروس جميله. منذ هذه الوقت او منذ هذا الوقت اصبحت عاده وقت احتفالات النصر كل عام ان يقوم ديوان الحلوى التابع للخليفه بصناعه عرائس جميله من الحلوى لتقديمها طبعا كهدايا الى القاده المنتصرين، كمان بالاضافه الى عامه الشعب والاطفال. وهناك كمان روايه اخرى بتقول ان الفتره دي كانت ممتده لفتره، ولكن الحاكم بامر الله منع الموضوع ده او منع الناس يعني بمعنى صح تخرج احدى زوجاته معه في يوم المولد، فظهرت في الموقف بثوب ناصع البياض وعلى راسها تاج من الياسمين، فقاموا ساعتها صناع الحلوى برسم الاميره والحاكم في قالب الحلوى على هيئه عروس جميله. والحاكم نفسه تم صنعه طبعا من خلال طبعا درساي مطي كراكب جواده، والفاطميين نفسهم هم يعني هم اللي بدأوا من صناعة حلوى المولد نفسها، وكانوا طبعا بيقوموا الاحتفالات بجميع المناسبات الدينية. حتى الحصان نفسه حصان المولد كان هناك رأيان بيتكلموا فيه، بيقول إن أصل حصان المولد الرأي الأول بيميل إن الخليفة نفسه صاحب الفتوحات والانتصارات وهو يجلس فوق الحصان ويحمل السيف. أما الرأي الآخر فكانوا بيقولوا إن الحكم بأمر الله منع جميع الاحتفالات في مصر لمدة طويلة، وأبقى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقتها، واستغل المصريين وقت تلك الوقت لاقامه الاحتفالات. حتى احتفالات الزفاف نفسها كانوا بيقوموها في يوم المولد النبوي الشريف. فاحنا لما بنيجي حتى نتكلم عن حاجات معينه وعادات مش هتلاقي حضرتك غير في مصر بالتحديد، يعني مش هتلاقي مصر دايما متميزه طول عمرها ومتفرده بجميع المناسبات الدينيه والهامه. حتى لما نيجي حتى نتكلم عن الكنافه والقطايف، موائد الرحمن، مثلا صناعة الحلوى في الأعياد، هتلاقي مثلا الفاطميين نفسهم كانوا يقولوا يمكن قبلها بثلاث شهور يستعدوا أصلا لقدوم رمضان وقدوم عيد الفطر.